إذاعة الحياة فام. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعناوين: سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية، محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسات الحكومة. الجامعة الوطنية للبلديات تطلق مشروع أكاديمية البلديات. وأمريكا ترصد دعم عسكري جديد لأوكرانيا ب3 مليارات دولار. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الصحي وتوضيحا لما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في إصابة فتاة أصيلة معتمدية الحنشة التابعة لولاية صفاقس بجدر القرادة. أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الفتاة البالغة من العمر 20 سنة تقيم حاليا بقسم الأمراض السارية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إثر إصابتها بطفح جلدي يشتبه مبدئيا أن يكون ما يعرف بمرض العنقود وليس جدري القردة. وأضاف ذاته المصدر الطبي أنه للتأكد بشكل قطعي من إصابة هذه الفتاة بفيروس جدري القردة من عدمه، سيتم القيام بالتحاليل التكميلية اللازمة وإجراء تحليل بيولوجي في غضون الساعات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية أثبتت أن هذه الحالة ليست وافدة من الخارج. وطنيا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وتناول لقاء سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية، كما تناول لقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهو من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الدستور، خاصة تحقيق العدل الاجتماعي في ظل تصور يؤدي إلى هذا الهدف المنشود. ومن جهته شدد رئيس الجمهورية كذلك على الإسراع بإرساء المؤسسة مكلفة بصرح الجزائر، لأن المؤسسات لا تتكون إلا بهدف تحقيق غايتها. من جهة أخرى، أثار رئيس الجمهورية مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وأكد على أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريء، كما أنه من غير المقبول أن عدد من المتهمين يتعللون بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب، فالإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل. وفي ذات السياق، تم أيضا التطرق إلى مسألة الاحتكار والمضاربة والتأكيد على ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون، فقد استشرت في تونس ظاهرة الاحتكار وظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين، ولوزارة التجارة كل الوسائل القانونية لأن تقوم بدورها، والموسوم الذي وضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي ولكن لتطبيقه على جميع وعلى قدم من المساواة. في المقابل، عبرت فرنسا عن استعدادها لدعم الإصلاحات الاقتصادية التونسية ودعم تونس أيضا في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفق بلاغ للسفارة الفرنسية بتونس. وصفت السفارة اللقاء الذي جمع السفير الفرنسي بوزير الشؤون الخارجية عثمان الجارندي موضحة أن هذا اللقاء تمحور أساسا حول التعاون الثنائي الفرنسي التونسي، وتم التأكيد أيضا على أهمية الحوار الشامل في المسار المؤسساتي في تونس، كما تناول التحذيرات للقمة الفرنكوفونية بجربة. ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجارندي خلال استقباله لسفير فرنسا بتونس عزم الجمهورية التونسية المضية قدما في مسارها التصحيحي الرامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة وتركيز الأسس الحقيقية لدولة القانون ومكافحة الفساد، وذلك في كنف احترام مبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية وفي تناغم كلي مع اختيارات الشعب التونسي. من جهة أخرى، أعلنت النقابة الأساسية لفني الملاحة الجوية التابعة لاتحاد الشغل في بلاغ لها تأجيل إضراب الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطار إلى 9 من شهر سبتمبر القادم، وذلك إثر عقد جلسة صلحية انعقدت مساء أمس بوزارة النقل. أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنها ستنطلق بداية من 10 من شهر سبتمبر القادم مشروع أكاديمية البلديات، وذلك تكريسا لمبدأ الحق في التكوين لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين وللإدارة البلدية. ويهدف هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن جامعة البلديات إلى دعم قدرات المنتخبين والإدارة البلدية، وتتمحور برامج التكوين حول المالية المحلية، الأعلام والاتصال والتعاون اللامركزي والإطار القانوني.
قال الكاتب العام للنقابة الأساسية لمصنع التبغ والوقيدة التابعة لاتحاد الشغل حسن الطرهوني أن وزارة المالية يجب أن تسرع بضخ مستحقات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيدة، محذرا من إمكانية توقف الإنتاج وإحالة أعوانها على البطالة الفنية. وقال الطرهوني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن وزارة المالية لم تضخ أرباح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد منذ أكثر من شهرين. نفى مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة هادي شبيلي خلال حضوره على إذاعة موزايكا فام دفن النفايات الإيطالية المحروقة بمعتمدية تمساك من ولاية سوسة، مثلما ادعى ذلك النائب في البرلمان المنحل مجدي الكرباعي. وقال شبيلي أن هذه النفايات موجودة حاليا في معتمدية تمساك وتحت الرقابة الديوانية. ختاما في أخبار العالم، قال مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على أقرب تقدير عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قد تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار. ختام نشرتنا الأخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية محور لقاء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة. الجامعة الوطنية للبلديات تطلق مشروع أكاديمية البلديات. وفي العالم، أمريكية ترصد دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بثلاثة مليارات دولار. كانت معكم سوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة.